السلام عليكم، صباح الخير ومساء الخير. هذا الوقت مو المغرب، هذا الوقت على الساعة 6 الصبح يوم الأربعاء 20/11/2024. كنت طلعت أصلا من البيت الساعة 5 الصبح، ظلمة ما تشوف كف يدك. هالأيام الساعة 5 غير الصيف لما تصير الساعة 5، ظلمة الحين والواحد يحسب نفسه بالليل. كنت قطيت موضوع إن شاء الله راح نزله لكم، والحين كملت طريقي ورحت لهذه الواجهة اللي تشوفون مكانها وين، جبال جمعية المهندسين الكويتية على شارع الخليج. قطعة ما صورت فيها وقلت خل أصور لكم، وبالمرة نشوف مع بعض شروق الشمس من هالمكان. فالأجواء اللي شوفها يقول هذا وقت المغرب، وهو مو المغرب، وهو الفجر، وهذا من أسعد أوقاتي وأحلى أوقاتي، وهي الحياة بالنسبة لي. فالطيور طالعة تدور رزقها، الطراريد يدورون رزقهم بهالبحر، يدورون السمكة، والجو هادي والرمل بارد شحلاته. قلت خلي اتمشى شوية، اطلق ريولي واتحسس المشي على الرمل، كان احساس رائع وحلو. ودايما طبعا اتحرش بالحمام اي حمام اشوفه واي قطاوة صاروا صراحة التيم مالي، في اي مكان اروح له واغطيه لازم القاهم. المساحات الترابية في الشاطئ وايد مريحة، العين تروح بعيد، كلها مستوية نظيفة مرتبة سبحان الله، والبحر ما ينوصف فضي بهالوقت عشان الشمس للحين ما طلعت. هدوء، ماكو أحد، كأنك أنت ملكت هالمكان ولك وبروحك. فقعدت تلفت، نوبة أطالع السماء، ونوبة أطالع البحر، ونوبة أطالع الرمل اللي قاعدة أمشي عليه. هذا أحد المطاعم المشهورة وموقعه صراحة يعني فوق الممتاز، فخليته مثل الهدف لي أني أكون صوبة لما أروح أشوف شروق الشمس. مكان مرتفع واستراتيجي، وخلاص عقدت العزم أني أروح ذاك الصوب عشان أصور شروق الشمس. التمشي على الرمل هذا إحساسه وايد حلو ومريح. الرمل، المشي على الرمل وانت حافي يمتص منك أي طاقة سلبية بجسمك، يحسسك بالراحة، يحسسك بأنك خفيف لطيف، ما عندك مشاكل ولا عندك هم ولا عندك فكر ولا تحاتي ولا شيء، بس مجرد أنك تمشي يم البحر. المكان كل ما قلت لكم هادي، يعطيك مساحة كبيرة أنك تطلع طاقتك هذه السلبية وتاخذ هوا نقي، وتقول أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم امددني بمدد من عندك وأنرني بنورك الذي لا يخبو أبدا. هذا دعائي في بداية يومي، أستجلب القوة من رب القوة، هو القوي سبحانه وتعالى. فهني هذا المكان اللي قررت أنا أروح له، تحت المطعم شوية تلة مسوينها من الصخور، وقلت بس هذا هو المكان المناسب لي إني أقعد وأنطر شروق الشمس. سبحانك ربي الخالق العظيم، وين ما ألتفت أسبح، وين ما تطيح عيوني أسبح. خلق عظيم، أو الواحد بس يركز على يمكن
مربع لا يزيد عن سنتيمتر تقدر تتفكر فيه في خلق الله سبحانه وتعالى. كفاية السماء والبحر، الزوايا حلوة لما يقعد الواحد ويطالع المباني ويطالع الأجواء هذه اللطيفة، الألوان المتفاوتة في السماء، وهذه تاخذ قلبي وعقلي. الرزق وما أدراك ما الرزق، يمكن كل هالطراريد واحد منهم بس اللي يوفق ويرزق من رب العباد سبحان الله. الأجواء ما تنوصف بالصج، أحلى من الصورة. أنا عشان كذي دايما أقول لكم طلعوا بهالأجواء، يعني تركوا الفراش وطلعوا. هذه الشمس قعدت أترصدها 7 دقايق رافعة كاميرتي عشان أشوفها وهي تشرق. لا إله إلا الله، أمانة أنا رافعة التليفون لمدة 7 دقايق ما تعبت. ليش؟ لأني مركزة مع شروق الشمس وأبي أشوفها. شوفوا السماء شلون ألوانها. سبحانك رب الخالق العظيم، لا إله إلا الله. الطير والبحر والسماء والأجواء الباردة الحلوة، الصبح بدت الشمس كاهي تشرق. الله أكبر، بعد ما استأذنت رب العباد في الشروق شوفوا الشمس وانعكاسها. الله أكبر. فالمكان هذا اللي اخترته اليوم وايد حلو، مكان حلو للتصوير، للراحة، لمعاتبة النفس اللي في اليوم. هذولا نشاط وهمة. أدعوكم لزيارة الأماكن هذه والواجهات الفجر. نشوفكم على خير وفي أمان الله.